احنا مطالبنا كلش بسيطه، هو تبليط الشارع. شنو السبب بس بدي نعرف شنو السبب هالمنطقه هاي اللي هامليها مجلس محافظه؟ شنو السبب؟ هو شيء مطلب بسيط، يعني بنيه تحتيه كل مناطق البصره تطورت الا هاي المنطقه الوحيده. من كنا اطفال كنا نمشي بهذا الشارع نروح لمدرستنا، مدرسه السراجي قضيناها هنا، لو نزلق ونطيح، لو منتولين من عندنا بالكهرباء، تصير مطر الكهرباء تنتل من وراء المطر، هنا الماي قاعد. احنا هذا طبعا شارع ميتان سراجي يعني معروف، يعني من ذاك الوقت من ذاك الزمن شارع ميتان سراجي شارع استراتيجي لشارع العام ابو الخصيب. هسه اذا انقطع شارع ابو الخصيب مرور شارع ابو الخصيب كله مننا، يعني السيارات تمر كلها مننا. شارع ميتان سراجي مؤدي للقصور الرئاسيه، مؤدي الى شارع كورنيش، مؤدي الى عشار، زين جميع المناطق. يعني احنا الناشد، احنا كنا الناشد حقيقه، رحم الله والديك يا شيخ اسعد عيداني، بعد اخوانك ما تناشد، اخوانك تطلبك طلب، شيخنا العزيز نريدك تهتم بهذا شارع ميتان سراجي. يعني شارع طوله تقريبا يعني 3 كيلوات، صار له 12 سنه لا داخلتنا خدمات، اي نعم لا داخلتنا خدمات، لا داخلتنا تبليط، لا داخلتنا، مجرد قص الشارع وحدله وسبه يسم ما داخلنا. أول شيء أقدم شكري وامتناني إلى قناة المذبد الدائمة السباقة في خدمة الشعب البصري، هذا واقع أنا أقول لكم به إن شاء الله. إحنا بعد ما ناشد تعبنا صراحة، لأن إحنا اليوم عمرنا خلص وهذا الشارع ما حط طبي، وإحنا على موسم خير وأمطار، وهاي رحمة رب العالمين مو رحمتنا. فأنا سبق وأن ناشدت سولفت ويا سيد المحافظ وبلغت هاي الامور، وقلت له يا سياده المحافظ هذا الشارع مهمل، الله وكيلك من زمن نظام البائد والى هذا اليوم ما حد وصل لنا واشتغل به. قال لي ان شاء الله هذا الشارع خلال سنه يكمل، وما وصلتنا. وجا رجال اجا وطلع كشف، لكن شنو سبب تاخير الانجاز ما انت ما جاعوا. احب ان توصلون مناشده باسمي وباسم هاي الناس الطيبه، أن توصلون هاي المناشدة إلى جناب المحافظ المحترم وكل مسؤولين البصرة، لأن الكل إحنا أول الناس وقفنا وقطعنا الشارع وكنا صرنا إيد واحدة تلبية للتصميم. ليش؟ لأن نبي دائما سباقة بالعمل. ليش هذا التأخير على هاي المنطقة؟ ليش هاي التواصل ما جاي يصير لنا؟ شنو السبب؟ منطقة طويلة من السراجي الطب إلى ميتان إلى القصور الرئاسية، وهي منطقة تابعة إلى مركز المدينة. هاي منطقة سراجي من أقدم مناطق أبو الخصيب طبعا، إدارياتها على المدينة، بس هي كقضاء على أبو الخصيب. إحنا نشكو هذا الشارع، نشكو من عنده، يعني شارع مهمل صراحة، شارع مهمل. إذا تجي هسه من أبو الخصيب إلى السراجي، يعني أكو مناطق توها استحدثت حديثا، توها استحدثت تبلطت. إذا هسه إحنا جاي فصل الشتاء، هسه طبعا جاي فصل الشتاء، وشو الشارع قدامكم كله محفر وطين ومطار، مو اكثر العالم عنده سيارات. يعني انا مثل ما عندي سيارات دودي من المدرسه، لازم ارجع لو اجري سياره لو ارجع مطين، يعني مطين انا واولادي مطينين. الشارع تعبان، شارعنا تعبان، يراد له تبليط، يراد له خدمات، يراد له يعني ناجي السيد المحافظ السيد مدير بلديه البصره يعني يتبعون الحالنا، حال الناس التعبانه، لان المنطقه تعبانه صراحه مهمله، يراد له خدمات، ما طالبين شيء واي يعني على الحكومه. معاناتنا بالشتاء، يعني معاناتنا بالشتاء، الشتاء حالتنا كلش تعبانه، الاطفال بصعوبه يروحون المدرسه، المره الكبيره ما تقدر تمشي، الاعمده هاي كلها ورات مال الامبيري واقعه عليها تنتل، يعني صعبه الحاله كلش صعبه. احنا نعاني من هاي المنطقه بسبب سوء الخدمات، الخدمات البنيه التحتيه، المنطقه الوحيده على نطاق البصره اللي ما صار بها خدمات ولا اعمار من سنه 2010. انا ساكن هنا، الحج يجوز اقدم من عندي اصلا هنا سكن، انا جيت 2010 لحد الان ماكو تعمير. هذا الشارع نفسه اللي
البنية بالنسبة للماي تعبان، للمجاري ماكو شيء اسمه مجاري، بالنسبة للكهرباء تعبان أكثر، الخطوط قديمة. فإحنا نرجو أنه خلال قناتكم وإذاعتكم توصلون صوتنا للناس اللي موجودين حالياً بمجلس محافظة، اللي موجودين أسعد العيدان سيد المحافظ المحترم. هو شيء مطلب بسيط، يعني بنية تحتية كل مناطق البصرة تطورت إلا هاي المنطقة الوحيدة. قبل فترة سويت جروب أنا وناشدت المنطقة كلها، وضفت كبير صغير بالجروب وحاكيتهم وسولفت وياهم. مطالب ما أريد شيء، بس أريد هاي مجاري وما كل شيء ما أريد، هاي أبسط شيء. وتبليط أريد، كل شيء ما أريد. إحنا مطالبنا كلش بسيطة، هو تبليط الشارع والمجاري، هذه ما أكو، لأن مأساة قوية كلش على الناس، يعني كلش قوية. منا هو يبدي من السراجي إلى الميتان إلى قصور، يعني للقصور، يعني هذا كله محفر. بعدكم ما رايحين هناك وشايفين منطقة السراجي ميتان. احنا من اقدم الناس هنا بالمنطقة، ومن طفولتنا عانينا من وراء هذا الشارع. من كنا اطفال كنا نمشي بهذا الشارع ونروح لمدرستنا، مدرسة السراجي، قضيناها هنا، لو نزلق ونطيح، لو منتولين من عندنا بالكهرباء، تصير مطر الكهرباء تنتل من وراء المطر، هنا الماي قاعد وقاضين نزلق. وهسه من ورانا اجت اجيال اللي هم اطفالنا، من ورانا اجت اطفالنا همينا لا يقدرون يمشون بهذا الشارع، جاي يعانون نفس المعاناه. احنا كل شيء ما نريد من عندكم، نريد وقفتكم ويانا، بس مجرد جزء انتم تقدرون عليها وكلش بسيطه عندكم. شوارع عظمى بلطتوها، بس على هذا الشارع الفرعي ما قدرتوا تبلطونه، بس تبليط وماي ومجاري، كل شيء ما نريد من عندكم. فاحنا الناشد اسعد العيداني والناشد كل مجلس المحافظه والناشد النواب بس يبلطون لنا الشارع ويرتبون لنا شغله الكهرباء والماي.